اللي في صار في القصر هو تراكم في الحقيقة، لأنه اللي صار في القصر يند على عقلية يحملها القصر. يعني هؤلاء المستشارين الذين نطوا إلى الحكم، إلى قصر الرئاسة من أبواب متداخلة، شيء يسيء للنضال التونسي. حين نشاهد بعض الرموز داخل القصر نمتعظ في الحقيقة. التراكم الحقيقي يوم 13 مارس، السيد منصف المرزوقي أراد أن يحتفي ويحتفل بالمناضل الشهيد زهير اليحياوي، ولكن نكتشف أن هذه المجموعة التي استدعاها السيد منصف المرزوقي على أساس أنها المجموعات التي كانت تناضل في الفيسبوك وفي البلوك ما قبل الثورة، نكتشف أنه لا يوجد فيها إلا 2 أو 3 من المناضلين الحقيقيين. فأنا قمت بتدخل وقلت له هؤلاء لم يكونوا في الحقيقة مناضلين باستثناء تونس نيوز أو نواد أو بعض الآخر حتى لا أظلم الآخرين، وذكرت مجموعة من المناضلين الحقيقيين. لماذا لم تأتوا بالسيد فلان وفلان وفلان وفلان؟ وهؤلاء هم المناضلين الحقيقيين. وقلت لهم أن 90 اسم الذين أشاهدهم الآن هم في الحقيقة قاموا بحملتك الانتخابية. فاعتبرت هذه الكلمة وكأنها كلمة غير لائقة. السيد منصف المرزوقي استدعى زهير مخلوف باعتباره كاتب عام منظمة العفو الدولية يوم 4 أكتوبر. أنا والسيد لطفي عزوز مدير المنظمة، وهو موظف على فكرة، هذا كان موظف يعني ليس عضوا منتخبا، وهو موظف يعني، ولم يستدعى في الصباح. والصباح ذلك اليوم يوم 8 أكتوبر كان يراد منه تكريم الجمعيات، هو لم يستدعى زهير مخلوف لا للتكريم باسم جمعية باسم منظمة العفو الدولية، ولم يستدعى ولم يستدعي لطفي عزوز باعتباره مدير لتكريم منظمة العفو الدولية، بل استدعى زهير مخلوف ولطفي عزوز في عشية ذلك اليوم في الندوة وليس في اللقاء التكريمي. أنا قبلت بالاستدعاء باعتبار أن رئاسة، هذا هو الاستدعاء من رئيس الجمهورية إلى السيد زهير مخلوف منظمة العفو الدولية، الجمهورية التونسية، رئاسة الجمهورية، الإدارة العامة للتشريفات، يعني كله مسجل الأمن الرئاسي. قدمت له الاستدعاء، الأمن الرئاسي قدمت له الاستدعاء باسم زهير مخلوف. كان هناك مقتطع هنا، هذا القطعة الزائدة هنا اقتطعها الأمن الرئاسي وقال زهير مخلوف تفضل أنت اسمك موجود، اقتطع القطعة هذه قال تفضل. هذا يؤكد أن الأمن الرئاسي ما عندوش مشكلة مع زهير مخلوف. هذا الغريب أن الناطق الرسمي قال الأمن الرئاسي هو اللي منعنا. الأمن الرئاسي لم يمنع زهير مخلوف، البوابة الأولى قبلت زهير مخلوف، ولكنهم أعلنوا مباشرة في البوابة الثانية أنه من خلال التشريفات من الداخل أن رئيس الجمهورية غير قابل بزهير مخلوف. إذن الأمن الرئاسي ليس له أي دخل في المنع. من منع هم المدير الديوان والسيد منصف المرزوق، ومن نطق بالمنع هو السيد عدنان منصر. والغريب أنهم برروا كل المنع بأشياء مخلوطة كليا. يعني وشوفوا الانترنت تراوا هذه المغالطات التي حصلت في منع السيد زهير مخلوف. على فكرة أنا منعت من طرف السيد عماد الدائم ورئيس الجمهورية، ولكن في نفس الوقت وقع قبول والاحتفاء بابنة السيد عبد الله القلال، يعني صاحب محنة 91 وصاحب ألعوبة براكة الساحل وصاحب كثير من ألعيب هذا الوطن، استقبلت ابنته في القصر ولم يستقبل زهير مخلوف. أقصي بهذه الشكل السيء الذي لا يحترم لا الذات المعنوية لزهير مخلوف
ولا الذات المادية، ولم يحترم بالأساس رئاسة الجمهورية. ما أشعر أن الرئاسة قد أهانت موقع الرئاسة، وأن الذين قاموا بالمنع من الأعضاء والأفراد والموظفين هم من أهانوا هذه الشخصية المعنوية العظيمة في قلوبنا وهي رئاسة الجمهورية. فهذا كل ما عندي في قضية المنع. أنا نزلت توضيح ما أريد أن أحمله إلى الناس، ليس ما وقع لزهير مخلوف، بل أني أريد أقول للمنظمات الحقوقية داخل تونس التي عددها يفوق 70 أو 80 منظمة حقوقية وإنسانية، والمنظمات التقليدية الكبيرة في تاريخ البلاد، الرابطة، الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، منظمة حرية وإنصاف، جمعية مناهضة التعذيب، السيانالتي، الجمعيات كلها يكاد يكون ولم يشذ عن ذلك ولا جمعية حقوقية، والجمعيات التي تأسست بعد 14 جانفي. لم أجد ولا بيانا واحدا يصدر من هذه الجمعيات، خاصة أن الذي منع من الدخول هو كاتب عام منظمة العفو الدولية. وليس ذلك فقط، بل أن الرئاسة بررت المنع بشيء ظني، كانوا يظنون أن زهير مخلوف سيتدخل لينتقد رئاسة الجمهورية، ويعتقدون بالظن أيضا أنه سيقلل من اللياقة.